بالنسبة للأوسبي، وطبعا ناس كتيرة بتسأل الأوسبي نظام الامتحان ازاي وكم صورة، طب وهنمتحن بأنهي طريقة؟ البداية عشان تكون عارف وقت امتحان الأوسبي اللي هو 9 مايو، كل الناس هتدخل في المدرج أو حسب توزيعك برقم الجلوس، البنش هيقعد عليه 4 على مسافات متباعدة، هتقعدوا عادي. بعد كده هنيجي نقول لكم تعليمات معينة، ان كل صوره هتتعرض لك على الحيطه كباوربوينت عليها اسئله في الورقه اللي معاك، هيتوزع معاك ورقه اسئله فيها اسئله كتير على كل صوره، مده الصوره بتتظبط اوتوماتيك من الباوربوينت بروجرام، دقيقه دقيقه وشويه تقريبا، هتبص على الصوره في الحيطه، بعد كده تبص فوت وان اسئلتها الام سي كيو هتحلها. خلص مدة فوتو 1، حد تاني في المدرج من الكبار أساتذة هيجي يقول لك فوتو 2، فتبص على الصورة وبعد كده تبص على الأسئلة الام سي كيو. غالبا الصور بتبقى 12 أو 13 صورة غالبا، والفكرة مش في عدد الصور، الفكرة في عدد جمل الام سي كيو اللي ليها علاقة بالصور. عدد الجمل مش هيزيد عن 25 جملة، لأن كل جملة عليها درجة واحدة بس. في نقطة تانية ناس بتسأل فيها، طب الاي سي جي عايزين نحسب عدد المربعات زي اللي في السكشن أو الريسبيريشن، عدد المربعات عمره ما هيقول لك كاونت نمبر اوف سكويرز، هيكون جايبها لك على شاشة الداتا شو بأرقام، وهنشوفها في الفيديوهات القادمة.